القصة بديت من 4 سنين لما تصير الساعة 9 الصبح. موعدنا معكم بعده عم يتجدد بتوقيت أقدم عواصم التاريخ دمشق. أستاذ عزيز كيفك؟ سأعمل لك هاي ما اشتقت لنا. حب، طاقة، ضحكة، مسؤولية وأوقات ضاغطة وصعبة مرت خلال عام 2018. أما عن الكواليس وخفاياها فهيك كانوا صبايا برنامج صباحنا غير عم يتحضروا. قاعد قبالي والقعدة زينة. ألو معنا أستاذ؟ ما عليك تسكروا الباب لأنه أنا بالمتجمد الشمالي. مين أنت يا حلوة؟ أهلين رهف. كل حدا يمكن عم يخطط خطط. يلا خلي الليلة تعدى على خير. بس اغذي شيطان كده وسمي وقول على طول. ها حطوا هلا بالكنترول زملائنا عم انت حكيت عم يقولوا بدنا نبلش نكتب النوايا. كل حدا بلش يكتب نيه بده ليطولها. طب حودي وشي النحيادي وقول انت. شهور وسنين مو بس سنة. طب طالع رمادي الفستان موف كنستي بدك يطلع اسود؟ ايه لونه اسود مو هيك اللون ابدا. ليش هيك اللون طالع؟ انا عندي طالع زرقاء كانه ما كتير بيضة طالعة. اول مرة بيطلع لون هي الكنزة صح. دي شوي استاذ عزيز بس لنظبط امورنا. دخيل عينك طلعي فيني صوريني صورة ضحكي حبيتي. ايه صوري لك كم صورة. ايه خلص ضبطولي اياها يا جعفر. طلع بخ سبراي. هيك كمان. عام 2018 كان حافل بالحلقات الخاصة من عدة محافظات وبمختلف المناسبات إضافة لباقة من ضيوفنا المميزين يلي زينوا صباحاتنا بنكهة خاصة. صباح الوطن وصباح الاستقلال اللي كان عنوان لبطولات السوريين ومقاومتهم بسبيل سلام سوريا وصون سيادته. ليبقى 17 من شهر نيسان ذاكرة نضال وانتصار. سادس من أيار يوم نتذكر فيه شهدائنا، يوم نفخر بشباب قدموا أرواحهم فداء لتراب سوريتهم وعزتها وشموخها. ده هو جو الصيف، جو الصيف الحلو. يسعد صباحكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتتابعونا بحلقتنا الخاصة لليوم من جبلة. بدنا نحتفل سوا مشاهدي الإخبارية السورية بعيد رجال عهدوا الله فصدقوا، رجال الجيش العربي السوري. صباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية بإطلالة جديدة بحلة جديدة على الإخبارية السورية وبصباحنا غير. طاقة معايدة للصوت الفيروزي بذكرى ميلاد سفيرتنا إلى النجوم السيدة فيروز الله يطول بعمرها. ميلاد مجيد ومن هالحجارة العتيقة اللي بتحكي قصص وحكاية العيد يلي بتزين شجرة الميلاد وبقلب كل واحد فينا مغارة. خلونا نحضرها لنستقبل طفل العيد الطفل يسوع المسيح بسلام وفرح. قرات برنامجنا متنوعة لليوم، خليكم معنا ولكن بعد هذا التفاصيل الصغير رح نبدأها بتفاصيلها. جهد كبير ومتابعة كان من طاقم الفنيين والمخرجين والمعدين والمحررين خلال حلقات برنامج صباحنا غيره يلي ما توقف ولا يوم، فكل الشكر إلهم. وبختام هاي السنة من صبايا البرنامج ومن رامي وماتيلدا وهزار وهالة وسمر ويارا وريم ومني أنا نرمين كل المحبة لمتابعينا، ومنوعدكم بكل جديد. انطرونا بعد ساعات بأول حلقات السنة الجديدة. تبقوا بألف خير.